وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد المختص بشؤون المياه والأنهار الأستاذ هيثم الخزعلي. أهلا ومرحبا بك أستاذ هيثم. بداية، زراعة بابل تقول إن نفوق 90% من الأسماك غير معروف السبب، لماذا لم يعرف سبب نفوق هذا العدد الهائل من الأسماك حتى اللحظة؟ ابتداء نرحب بكم وبقناتكم الكريمة ومشاهديكم الكرام. حياك الله. ظاهرة نفوق الأسماك في المياه العراقية جاء بتوقيت غريب بعد إعلان العراق الاكتفاء من الثروة السمكية، وهناك نية لتصدير آلاف الأطنان من الأسماك إلى خارج العراق. جاءت هذه الكارثة البيئية كي تقوم ب ضرب جزء مهم من الاقتصاد العراقي، وكما تعلم ويعلم الجميع أن الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي معتمد على النفط، والقطاع الذي شهد تحسن بناء على جهود القطاع الخاص هو تغذية الأسماك والثروة السمكية في العراق. انتشار المرض بهذه السرعة وفي مناطق مختلفة يختلف بها مجرى النهر وسرعته وحتى اتجاه المياه، ومن المفترض أن لا تكون حركة الأسماك سواء كانت الناقلة للمرض أو غيرها بعكس اتجاه تيار النهر وانتقاله من دجلة إلى الفرات وإلى مناطق عالي الفرات في مناطق غرب العراق. أيضا يشكل ظاهرة غريبة توحي بأن هناك جهات متعمدة بضرب الاقتصاد العراقي. شكلت وزارة الصحة ووزارة الزراعة فرق ولجان من أجل التأكد من وجود أمراض في المياه أو وجود مواد سمية، وإلى الآن لم تصل إلى نتائج. وهناك أخبار بأنه تم نقل عدد من الأسماك إلى خارج العراق لمختبرات عالمية لغرض الوقوف على هذه الظاهرة وأسبابها، والتي سببت خسائر تتجاوز 200 مليون دولار، 200 مليون دينار، وهذه يعني ضربة كبيرة للاقتصاد العراقي. يعني عندما يقول مسؤول في منظمة الصحة العالمية أن الوضع خطير جدا بالنسبة للبيئة والصحة، ما الواجب على الحكومة فعله بحسب القواعد الصحية العالمية؟ طبعا المشكلة أنه انتشار المرض كان بسرعة كبيرة، وشكلت لجان من وزارة الزراعة ووزارة الصحة ولم يتم التوصل إلى نتيجة. على الحكومة أن تتخذ إجراءات احتياطية، أن تستعين بفريق من الخبراء الأجانب أو حتى الأطباء الأجانب لمعرفة نوع المادة التي تسببت بهذا النفوق للملايين من الأسماك في العراق. وأعتقد أن الحرب الاقتصادية هي جزء معروف، وهناك العديد من الجهات والدول التي قد لا ترغب بنهوض الاقتصاد العراقي وربما تحاول خلق أزمات اقتصادية أمام العراق ولا تجعله يعني يأخذ متنفسا من الحروب والأزمات الاقتصادية. طيب، يعني اللجنة الزراعية في المحافظة تقول أنه يعني لا تستبعد وقوع الكارثة بفعل فاعل، وأنت أيضا تشير إلى ذلك الأمر. يعني هل من الممكن أن تتدخل أياد لإحداث هذه الكارثة إن صح القول؟ وكيف يمكن فعل كل هذه الكارثة في هذه الرقعة الجغرافية الكبيرة؟ طبعا مهما كانت الجهة التي تقف وراء هذه الكارثة فهي غير بعيدة عن دولة كبيرة ودولة متخصصة ولها إمكانيات، ونحن نعلم أن هناك دول عديدة لا ترغب بنهوض الاقتصاد العراقي خاصة مع قدوم حكومة جديدة، وإن كان عليها ما عليها من ملاحظات لكنها جاءت خارج السياقات الأمريكية، وقد نوه الأمريكان أن العراق سوف يواجه مشاكل وربما يواجه عودة داعش، وأنتم ترون كيف تم كشف قوات قسد أثناء قتالها مع تنظيم داعش الإرهابي والذي وصل إلى الحدود العراقية، وهذا طبعا نذير خطأ ونذير شؤم. هل هذا يعني اتهام إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟
طبعا غير مستبعد على ان تكون الولايات المتحده وراء خلق ازمات اقتصاديه وازمات امنيه في العراق، خصوصا ان الحكومه جاءت بعيده عن الاراده الامريكيه، وهذا يذكرنا بما حدث في عام 2014 عندما لم تكن الولايات المتحده موافقه على تكرار ولايه السيد نور المالكي، فتم تسهيل عصابات دخول عصابات داعش الى الاراضي العراقيه مع وجود اتفاقيه اطار استراتيجي ووجود قوات امريكيه في قاعده صقر في حديثة وفي غيرها، وكان بامكانها التحذير من هذه المجموعات. وكان معنا المختص بشؤون المياه والانهار الاستاذ هيثم الخزعلي، شكرا جزيلا لك.